شايفه عاملين ايه؟ هنصور النهارده ان شاء الله فيديو التيفوت والبروسيلا الايه العملي، تمام؟ بس قبل ما نتكلم عنها هكلمكم في حاجه. في ناس بيجي الدكتور يطلب تحليل تيفويد وتحليل سي بي سي، تمام؟ يجي يعمل تحليل السي بي سي يلاقي فروقات الدم البيضاء مثلا 7000 مثلا، كام؟ 7000. يجي يعمل التيفويد يلاقيه بوزيتيف، يجي يقول لك ايه؟ لا ما ينفعش، لازم ننزل فروقات الدم البيضاء ونحللها عشان تبقى ماشيه مع التيفويد. ولا عمل ده صح ولا غلط؟ فين غلط طبعا، هي طالعه كبيره غلط. ليه بقى؟ لان هو يجي يقول لك التيفويد بيعمل ليكوبينيا، ليكوبينيا يعني فروقات الدم البيضاء قليله، بيوقع البون ماو وبيوقف شغله، بيقلله الاكتف فبيقلل فروقات الدم البيضاء. بس هو مش ممكن مع التيفويد يتصاب باي بارازايت، ممكن اللي هي دم، مش ممكن يتصاب ببكتيريا تانية، ممكن مش ممكن يجي له دور برد ولا اي حاجه تانية تعديله بده، فمش شرط خالص. بس لو ما نلاقي السي بي سي التي جي سي فيها قليله ده مؤشر اللي هو عنده تيفود، لكن لو لقيناها عاليه وهو عنده تيفود ما نبوظش النتيجه. دي نقطه بس عايزين نتكلم فيها. التيفويد بنشتغله مش ايكوال فاليو، بنشتغله 20 على 50، ده تتر كام؟ 81. بس هو في الاساس ايكوال فاليو، بتاخده 40 من السيروم على دروب اللي هي ما يقارب 50 مايكرو، ماشي، وتعمل ميكس، ده تتر واحد على كام؟ على 40، ماشي، ده مكتوب كده في البامفلت. بس احنا عشان هو انديميك يعني ايه؟ يعني متوطن معانا. عشان هو انديميك عندنا في مصر بنعمل ايه؟ بنبدا بواحد على 80 اللي هو الدروب على ايه؟ على ال 20. طلع بوزيتيف هنعمل سيرو ديلوشن، هقول لكم عليه باختصار، تمام؟ بنحط ال 20 على الشيت زي ما هتشوفوا دلوقتي، 20 20 20 20، وبعدين بنحط الاو والاتش والاي والبي، تمام؟ الاو احفظوها كده، او اولد، يعني ايه اولد؟ قديم، يبقى عدوى حديثه، تمام؟ او اولد اللي هو تضاد يبرز المعنى، عارفين نقول الكلام ده؟ او اولد عدوى حديثه، الاتش تبقى عدوى قديمه، تمام؟ الاي والبي ده حاجه اسمها باراتايفي، نوع من انواع السالمونيلا، تمام؟ اعراضه زي التيفود بس التيفود فيتال بيموت، الباراتايفي ما بيموتش، تمام؟ يبقى عندنا الاو والاتش والاي والبي. لو واحد عنده الاتش 1 على 160 والاو نيجاتيف يبقى هو عنده ايه؟ اجسام مضاده قديمه، يبقى مش ما عندوش مش مريض. طب لو واحد عنده الاو 1 على 160 والاتش 80 او 160 يبقى عنده اصابه حديثه. طب لو واحد عنده الاتش 1 على 320 يبقى كان عنده اصابه قديمه وتعالج منها، او لسه في فتره النقاهه، يا اما كان عنده اصابه قديمه واتنشطت من اول وجديد، تمام؟ في حاجة تانية قبل ما ندخل في الفيديو، حاجة اسمها البيشنت اللي هو المريض، وحاجة اسمها الكارير اللي هو حامل المرض. البيشنت والايه؟ والكارير. ممكن واحد يكون عنده زي انا دلوقتي بكلمكم وانا عندي تيفود، ماشي؟ يعني عندي تيفود انا ما عنديش الاعراض، لكن انا كارير للمرض، حامل ليه، عندي الاجسام المضادة بتاعته وعندي البكتيريا. فأي وقت المناعة بتاعتي بتقل بتعب على طول وبيجي لي الاعراض. زي مرض فيروس سي كده ممكن يتعالج بالحقن لا مش دي، اصل هو التيفود ممكن انا اكون حامل للمرض، يعني ايه؟ يعني انا مش مريض، انا عندي المرض بس لسه مش اكتف في جسمي، فانا عديه اكون مصدر للعدوى بجانب الاكل. يبقى احنا عندنا مصادر العدوى، يا اما الكارير اللي هو حامل المرض، يا اما الايه؟ الاكل والحاجات اللي انت عارفها. وفي واحد مريض، تمام؟ مش شرط التيفود يجي بسخونيه وترجيع واسهال والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ممكن يجي زي ما انا واقف كده بس عندي تيفود، تمام؟ بيقول لك في وجع عند صوره البطن، في حبوب بتبقى على الصدر، في ترجيع او في احساس بغثيان اللي هو عاوز يرجع، غمام النفس، الحاجات اللي انت عارفينها دي كلها. مش شرط، ممكن يجي المريض تعمل له تحليل فعلي، ممكن التيفود ده على السفر هتيجي تقول لي موجوده في الكتب، هقول لك لا بس حصلت فيا انا شخصيا، انا حصل معايا الموضوع ده، كانت السفر بتزيد وما كناش عارفين سببها لحد ما كان عندي تيفود وتعب. انا جربت كل الامراض اللي بشرحها لكم، فما حدش يتكلم لان انا ده انا خبره فيه، تمام؟ ممكن يعني السفر، ممكن يعني السفر. تيفويد بيزود الحجم بتاع تيجي تبصوا في الصناعه تلاقوا بيزود الحجم بتاع الطحال. البروسيلا بتيجي من اللبن بتاع البقر وبتاع المعيز، ينفع يجي تيفود وبروسيلا مع بعض؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ تلاقي ثلاث ارباع الناس يقول لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ده بيجي من السندوتشات وده بيجي من اللبن، ده بيجي من الطعميه وده بيجي من الجبنه، انا اكلت الاثنين جالي اثنين، ايه المشكله؟ هو مش اكسبت اللي هو يبقى عنده ايه؟ يقول لك لا التيفود لوحده والبروسيلا لوحده، لا يا عم ده ينفع وده ينفع. ليه يا عم ما ينفعش يا عم؟ ليه؟ مش دي امراض ربنا خلقها وعايشه معانا الحياه لطيفه خالص، تمام؟ علاج التيفود، تيجي يجي لك دور التيفود الدكتور يجي يعمل فيك ايه؟ ماتشك مضاد حيوي،
بعد ما يديك المضاد الحيوي انت اول يوم في تاني يوم الحقن وجعتك، بس انت حسيت بوحش شويه، رحت تعمل ايه؟ موقف المضاد الحيوي. جيت بعدها بفتره تعبت، رحت واخد المضاد الحيوي وقفت، وبعدين رحت عامل، وبعدين تعبت، وبعدين وقفت، وبعدين رحت عامل. انت عملت ايه؟ حولت نفسك من اكيوت لكرونيك، يعني من حد المزمن، فاصبح التيفود عايش معاك انت وهو اصحابك، اللي هو عادي. يعني انا اعرف حاله كانت لما تبقى كويسه كان يبقى بوزيتيف 1 على 640، لما يبقى كويس اللي هو ما بيشتكيش من تيفود اصلا بوزيتيف 1 على 640. تمام؟ المفروض انت تاخد كورس العلاج، والمفروض احنا المفروض ما نتكلمش في العلاج بس، هنقول حته صغننه